انت ما بتشربيش ليه؟ دي بطالة اليومين دول. اهدى بقى يا عم. البنت الجامدة دي امال بس عمال تقول لي تعالى معايا موزز معايا موزز. ايه يا بنت لسه اليوم طويل ما تفكيها بقى. معيش فكة يا عسل. هو شوقي مش هيغني النهارده ولا ايه؟ انا عارفه يا اختي. مات. اه يا فندم تحت امرك. هو المطرب اللي اسمه شوقي تسميه مش هيغني النهارده؟ لا يا فندم هو تعبان شويه مش هيقدر يغني النهارده. ليه ماله؟ معرفش الله اعلم حقيقه الله اعلم. على فين انت تخلعي ولا ايه؟ انا صارف دم قلبي. ما تخافش انا اروح الحمام اتظبط الشغل ونجيلك. اطلب لنا ازازتين بيره. ايوه كده يا مات. لعبة الصورة أحسن يجروا وراها. ما كنا قعدنا شوية عيال لذيذة. لما يذكروا مش هيبقوا لزاز. اقعدي انتي يا اختي. خدي بالك عيال كتير قتلك بتشتغل الشباب الصياد يا بت. تنظامي من هاتيهم بالك بقى عشان كارتي خلص. خدي هو بيرد عليك لما يرد عليا. مشكلتنا يا جماعة إن قوة الانتخاب بتنحصر في قوة الناخبين وقوة المرشحين المتقدمين. بمعنى إن أنا من غيركم ولا حاجة وأنتم من غير الناخبين ولا حاجة. علشان كده عايزين نوصل للرجل الشارع الغلبان في الشارع وفي الحارة. عايزكم تحصروا أكبر عدد ممكن من الأصوات اللي موجودة في أبناء الدايرة عندنا. مش عايزين واحد ما يكونش عنده بطاقة انتخابية. عايزين نطلع لكل واحد البطاقة الانتخابية الخاصة بيه ونديها له لغاية بيته عشان نشجعه يجي ينتخب. احنا لحد دلوقتي عاملين 200 بطاقة لناس ما كانش معاهم بطاقة أصل. براف براف. عدد بسيط صحيح بس بداية كويس. أنا معانا يا ريس. فاهمك فاهمك. نشأت. نعم. مكافأة فورية للولاد. حاضر. يا جماعة احنا عايزين ننزل للمواطن الشارع. عايزين نحتك بيه ونعرف مشاكله ونعرف همومه. عايزين نعرف كل واحد بيعاني من ايه، خاصة المواطن البسيط اللي موجود في دايرتنا. عايزين نعرف ايه همومه. عايزين نعرف الهم اليومي للمواطن المصري. هو ده همنا. عفزي هو ايه الهم اليومي للمواطن المصري؟ ولا ايش عرفني وانا اللي قلت اساله هو. ايه يا بلال مالك فيه؟ لا يا مغزى الهم اليومي للمواطن. معلش يا ريس اصل حفظي مش عارف يعني ايه هو الهم اليومي. لا لا مش مشكله يعني سؤال جميل والواحد لما يكون مش عارف حاجه لازم يسال. الهم اليومي يا جماعه هي المشاكل اللي بيعاني منها المواطن يوميا. بمعنى رحلته في البحث عن الميه عن العيش عن الدواء عن العلاج عن المصاريف عن اللبس. كل الحاجات اللي بتشغل دماغه خلال يومه مع أولاده ومع عيلته وفي بيته وفي شغله. بالتالي لازم نعرف إيه المشاكل دي وتكون هي مشكلتنا الأولى وهمنا الأول. يعني مثلاً نعمل إيه يعني؟ بمعنى لو افترضنا إن إحنا دلوقتي في الشتاء إيه اللي ممكن يحتاجه المواطن فترة زي دي؟ البطاطين يا تاو. الله ينور عليك. يبقى إحنا من بكرة هنجيب بطاطين ونوزعها على الناس اللي تستحق. أوكي؟ هسيبكم مع نشأة ترتبوا مع الموضوع ده. أوكي؟ مع السلامة. السلام عليكم يا باشا. شايف شايف العالم بتفهم ومركزة وعارفة. أنا مش لسه قايل لك كل الكلام اللي هقوله لك ده دلوقتي. بس مش كده. لا قايله لك كده وأنت اللي بتستعبط. عايزين بقى كفاية. على فكرة البطاطين موجودة من امبارح بس هو بيحب يشوف أفكاركم يعني. شفنا يعني أذكياء ولا لا؟ بالنسبة للي قال عليه أستاذ نشأت هيدينا فين؟ لأي حاضر كله جاهز إن شاء الله. أيوة فين يعني؟ حالا. إمتى؟ أهي يا أخويا الأوراق المطلوبة. فين الست صوفيا؟ أنا أخويا. وفين الست السعدية؟ أيوة أستاذ. مين فيكم متبرع على الست صوفيا؟ أنا يا أستاذ وبطاقتي أهي. طب أنتي تقربي لها إيه؟ بنتها. متبرع بيه يا أخويا أنا مش فاهمة حاجة. مفيش حاجة يا أمو. يا أستاذ ما الورق قدامك أهو خلصنا بقى. أيوة بس الطلب اللي قدامي بيقول إن صباح سيد أحمد هي المتبرعة بكليتها والسيد ماهر حبيب متبرع لسعدية عبد السيد. يا لهوي انت عايز تموتني محصور ايه بس ياما؟ بس يا لهوي في ايه ياما استاذ؟ ياما افهميني ياما. طب ولا كمل ولا ما تكملش يا اخويا اموت ولا ما اموتش؟ انت مالك؟ اوعي اذا انت رايلي بكليتك اوعي فكرني هفرح. ما
امال انت عايزاني اعمل ايه بس يما؟ اعمل ايه بس؟ سيبك تموتي يما. حشفي ما تنسهمش. ولما هو ما حدش بيموت ناقص عمري يوم. انا ايه بس اللي هيجرالي لما تيجي كليتي؟ الشر عليك يا دنيا، تمشي الحكايه دي من دماغك خالص. ياما استهدي بالله بقى، استهدي بالله وافهمني. انا الدكتور طمني، قال لي ان البني ادم عادي ممكن يعيش بكليه واحده ومش هيجرالي حاجه. لكن انت ياما الاثنين عندك بايظين، يعني انا مش هيجرالي حاجه لما تيجي كليتي؟ لو جرالك حاجه يعني ما تشر عليك. لأن هي سعيدة هموت نفسي وراك يعني ولا ايه؟ وانت يما، انت لو جرالك حاجة انا اعمل ايه؟ عايش بقيت عمري اقول يا ريتني كنت اديتها كليتي. هبوس ايديك يما، هبوس ايديكي زي ما طول عمرنا بنقسم الرغيف سوا. مش هيجرح حاجة لو اديتك كليتي. وانت لازم تعيشي يما، ولا انت عايزة تسيبيني لوحدي؟ أنا عشت طول عمري غير عشانك انتي حبيبتي. خلاص يما، وفي بقى عشان خاطري. أسعد دكتور الأول. ماشي يما، بس أنا متأكدة إنه هيقولك نفس اللي قاله لي. الواد مش كان يبقى هنا يولد بره علومي بكليتي، وانا والمسيحي الحي ما كنت هواف. هي دي معقوله؟ ايوه اقعدي احرجي في دمك انت على حته كلب ما يستاهلش. يا وليه هو انا بقى في حاجه؟ ايه يعني لما اديك الكليه؟ ها؟ بلاش يا ستي، خديها مني وهتبقى حاجه مني شايلها جواكي. اسكت بقى يا ماهر، انا مش عايزه حاجه. يا وليه يا جاموسه، انا راجل مشلول ومحتاج اللي يخدمني. هعمل ايه بعد ما تروحي مني يا سعديه؟ ها؟ اروح فين؟ مش هيحصل لي حاجه يا ماهر، اطمن. هنستنى ايه اكتر من كده؟ وهو ابنك لو يحط في عينه حصوه ملح كان بعت لنا قرشين نزرع بيهم الكلب بدل ما تتمرمط انت ولا تمرمط انا. درع كلب 80,000 جنيه، وهو من ساعه ما سافر ما بعتش غير 5,000 جنيه عمري، هيهون عليه يبعت 80؟ لو ليه عجلي؟ اه عايزة تسيبيني الصبح يبهدل فيا، حصل لك حاجة؟ قول بقى انك باصص لنفسك وخايف عليا اموت لحسن ما تلاقيش حد يخدمك. ايوه يا سعدية، أنا بحب نفسي بس النهارده ما تروحيش مني يا سعدية. بنتي شقيانة طول العمر، بنتي ما تستاهليش كلمة، بنتي تستاهل جسمي كله يا سعدية. خد يا سعدية عشان خاطري. شايف اتعميت يا حلوف يا ابن الحلوف؟ سقعان عاوز بطاطين. روح انت البيت وانا هجيبها لك لحد البيت. شوف الواد الجبهه لك يا واد، بقول لك اروح ازاي وانا برتعش. خد يابا بطانيه واحده بس يا واد، انا هموت من الساعه. خد يابا، خليك كده ملخبطني. اقول للناس ابني بيشتغل ايه؟ ما انا مش عارف اقول لهم ايه. قول لهم اي حاجه، ما انت قلت شغال في الحشيش يابا، هتقول اكتر من كده يابا. المهم الراجل ده هو اللي جايب البطاطين، احفظ شكله كويس عشان تكتبه في الانتخابات. مادام بيدي للغلابه يبقى هينجح، ومادام هينجح يبقى عمرك ما هتشوف وشه تاني. ورا استنى يا ورا، استنى يا ورا، امسك. استنى يا ورا، استنى يا ورا، ديلك امسك. بصوا يا جماعه، بكره في كميه كبيره هتيجي وكله هياخد. خدي العظمه،
بكره ايه؟ وانا ما خلاص خلصنا. امال انت كنت عايزنا اخلص منهم ازاي؟ بس احنا معانا ها؟ وانا اه نحوش لنا 200 بطانيه. حلو قوي، وانا مظبط لك اللي هياخدها. خد يلا 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 فكر عن موضوعنا النهارده يا اخوانا هو موضوع الساعه، ومش الساعه اللي هي يوم القيامه، لا الساعه اللي هي الساعه دلوقتي. ايه هو موضوع الساعه؟ مباراه في كره القدم، في الفوتبول. في الفوت ايه؟ ايوه في الفوتبول، بين دولتين شقيقتين مسلمتين عربيتين. طبعا عرفتم هم مين؟ هم مين؟ ها؟ مصر والجزائر. عليكم الرغم انتوا بتتفرجوا وبتشوفوا كل حاجة، ها؟ ماتش كورة بين مصر والجزائر. الماتش ده فين؟ في كأس العالم قال. كأس العالم. ومعشان كأس العالم ننسى كأس الآخرة، ويتحول الماتش لحرب. حرب بين الإخوان، بين المسلمين، بين العرب. لا حول ولا قوة إلا بالله. استغفر الله، اذكر الله من قلبك يا سيدي، قولوا لا إله إلا الله. ومن ليه الماتش قال بعد كده لازم يحصل يعني ماتش فاصل عشان يحددوا مين اللي يوصل لكأس العالم. ومن الفوفا ولا هي اسمها ايه؟ ايوه الفيفي. ام الفيفي دي تحكم انه يبقى ماتش ماتش فاصل فين؟ في السودان الشقيق، اللي هم سموها والعياذ بالله معركة أم درمان. معركة بين الإخوة، الإخوة في الدين، الإخوة في الله، بسبب ماتش كورة. صلوا على حضرة المصطفى، اذكر الله يا سيدي، قول لا إله إلا الله من قلبك. ليه كل ده؟ عشان إيه؟ عشان ماتش كورة. لا حول ولا قوة إلا بالله. كل ده عشان كأس العالم. طب إيه اللي حصل بعد كده؟ ها؟ احنا ما رحناش كاس العالم، وهم زي ما راحوا زي ما رجعوا. ده ما جابوش جون واحد يوحد ربنا. مش ده اللي حصل يا اخوانا؟ مش ده اللي سمعناه؟ انا لا ليا في الكوره ولا بحب الكوره ولا بشوف الكوره، بس ادي النتيجه. العيال الصغيره، العيال الصغيره دلوقتي مش طايقين بعض. تبص تلاقي العيل المصري، تيجي سيرة العيل الجزائري يبقى بتاخد منه كده ومتمحرر وعايز ياكله، وهكذا العيل الجزائري. عشان كده يا سيادنا انا من هنا، من هذه الحارة الفقيرة، بوجه رسالة بالفم المليان للشعب المصري العظيم ولشعب المليون شهيد في الجزائر. بقول للاثنين اتقوا ربنا، خافوا الله، اقتلوا الفتنة في مهدها، الفتنة نائمة، لعن الله من أيقظها. ايه بتعملوا ايه؟ لازم ننسى الماتش ده خالص، ولازم نفوق لنفسنا. ادعوا معايا يا ناس، اللهم ارحمنا جميعا، اللهم غلب بين قلوبنا، اللهم اهدي عقولنا إلى ما فيه الخير، اللهم اهدنا إلى الصراط المستقيم، اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على حضرة المصطفى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتقابل في الكلية بقى. طب هكلمك تاني، أكلمك تاني، مع السلامة. أيوة بابا. أيوة تامر. بتتكلم منين؟ الصوت بيقطع معايا. 6 جنيه. مش حضرتك قلت لي ان نهت في اسكندريه مع مامتها؟ ايوه. ايوه ازاي؟ ازيك يا بابا؟ الله. يا ابني انت مش قلت هتسهر النهارده مع جماعه اصحابك؟ ما هي القعده فركشت يا بابا، قلت اجي اعدي عليك ونروح سوا. لا يا سيدي انا قاعد شويه. ونهد يمكن تجيني نروح معاه بدل ما تقعد لوحدها. انا مش قادر افهم ايه حكايه تليفونها اللي مقفول كل شويه ده. هو مش حضرتك يا بابا قلت لي انها في اسكندريه؟ ده هي جايه النهارده يا اخي، وانا عايز اطمن عليها. ما انت عارف سوايتها زفت زي حضرتك كده. طيب يا بابا انا همشي. تحب اسلك العربيه؟ لا يا سيدي، ما انا قلت لك هروح معاه جايه في عربيتها. يا
بابا انت النهارده شكلك تعبان، يلا خلينا نقوم نروح سوا. معايا ميعاد مهم مع شخصيه مهمه، ما اديله ميعاد هنا، مستنيه انا هنا. خلاص يا بابا براحتك، انا ماشي. انا وانت طيب، نفعني الهي نوبك سواه. كل سنه وانت طيب يا سعاده البيت، كل سنه وانت طيب، ربنا يخليه لك يا رب وتفرح بيه. اي حاجه لله، اي حاجه لله. عندي كوم لحمه قده كده يا سعاده البيت بجري عليه. اي حاجه ربنا يكرمك، كتر خيرك كتر خيرك. كل سنه وانت فتحي يا اخت. خير يا فتحي؟ في ايه؟ انا هروح انادي الراجل بتاع السيراميك عشان اركب السيراميك بتاع الحمام. بقول لك ايه يا اخويا، والنبي ما تدربك لي البيت دلوقتي. وبعدين انت نسيت ان انا ورايا مشوار كنت قايله لك عليه؟ بقول لك ايه، اجل المشوار ده لبكره الصبح، العيال مدوخيني على الاخر. حاضر اللي تشوفه يا فتحي. بقول لك ايه، خدي جنيه حته واحده، اوعى تدخلي تبع الحساب. ربنا يخليك ليا يا رب. ادعي لي يا حاجه، ادعي لي. ربنا يسترها معاك يا رب. يعني مش للدرجه دي، ما تبقاش نتاش قوي. طب سلام، هكلمك بعدين. يعني تليفونك مفتوح اهو، امال بابا ليه بيقول انه مقفول على طول؟ يعني هو تليفوني كان اول تليفون يقع على الشحن. يا مهد لو شايف ابويا راجل كبير ومش مال عينيكي اطلبي منه الطلاق بدل ما تمشي مع واحد من دور ابنه. اخلص، انا اشرف واحده في البيت ده. اوعي تفتكري ان انا عيل صغير. انت ماشيه مع واحد اسمه شمس، وشمس ده معروف عنه انه بتاع ستات. ايه رايك بقى ان انا شفته معاكي النهارده وهو في عربيتك؟ تقدري تنكري؟ طول عمرك بتكرهني ونفسك ابوكي طبعا. انا هلم الموضوع عشان تلم مين؟ انا واحده سمعتي زي الالماس ومتربيه في اشرف بيت، واسال ابوك. تحب اقول له كنت فين النهارده ومع مين؟ ايوه كنت معاه. امال عايزني اعمل ايه؟ افضل مسجونه في حضن راجل كل يوم بيصحى من النوم بالعافيه. اتجوزت ابويا ليه؟ عشان يصرف عليكي ويجيب لك عربيه؟ حقي ولا دي كمان مش عاوزه يعملها؟ دي جزاته عشان بيحبك؟ يا ابني انا مراته على الورق وبس. اذا عندك الجرأة روح واساله، قول له اخر مره كنت مع مراتك امتى؟ واخرتها ايه يا نهد؟ صبره صعبانه عليا، والبرشام اللي انت منعته عنه كان مصبرني، ومع ذلك ما خنتوش. روح بقى قول له خليه يطب ساكت وتبقى انت السبب. مساء الخير يا ولاد. مساء النور. الله يتهمنا يا نهد. اصل تليفوني كان قطع شحن. يا دي تليفونك اللي قاطع شحن على طول كده، ده انا هجيب لك تليفون ببطاريه قد بطاريه العربيه عشان يبطل يقطع شحن. تصبح على خير يا بابا. اتمنى الخير يا حبيبي. يلا يا نهد اعمل لنا لقمه ناكلها كده عشان انا ميت من الجوع وعايز انام. حاضر، خمس دقايق. فين يا صاحبي التذكرة؟ موجودة. مش شفتك مش هسيبك. اوعي عينك يا ولد. اصل انت يا ولد حرامية ولا انت مقطعك يا ولد. اوعي عينك يا ولد. اوعي عينك يا ولد. اوعي عينك يا ولد. اجي يا تعالى بيت مالكش دعوة يا كابتن، انت بنت حرامية. حرامية ليه ده؟ انت عارف اوعي عينك يا ولد. اوعي عينك يا ولد. خلاص اوعي عينك. بس. نعم يا الحاج. طب منين انا؟ منين انت؟ ماشي انت مصدقت ان واحد غريب جه لك؟ ده انا هجيب صحابي واقفلها لكم هنا. بس يا عيال اتكلم على قدك. اتكلم على قدك. بس يا جماعه خلاص انا بتكلم. خلاص يا عم انت اهو. روح هات اللي انت عايزه يا ولد. اجري. ماشي. طب الرجاله استنونا. مستني لك. بس يا ولد. مستني لك يا هاكر. تعالى يا ولد. بس خلاص. ما قلنا خلاص. يلا. وانت تهاني لم نفسك بقى مش كده؟ اهو كله من الزباله اللي انتوا بتشربوها. استنضفوا. استنضفوا. طلع يا عم بركه. مالكش يعني التعويرة دي ولا ايه؟ اوعى. فين يا عم التذكرة؟ خد يا نيل. ايه؟ دي بقى دي دماغ نضيفة، اللي كنا بنضربها دي كانت زبالة. ربنا يخليك دي واحدة واحدة، عشان التذكرة دي وان واي، ما بقاش التنقيل.
تاني يا سيد. اهو يا اخويا هناك عندك اهو. في ايه مالك؟ مال ايه بس؟ احنا من ساعه ما دخلنا الحاره وانت عماله تقولي لي هدي هدي، لما خلاص خليتينا بينا عاملين زي الزحليفه. معلش يا اخويا والنبي، انا اصلي عايزه اهل الحته يملوا عينيهم من الحاجه اللي انا جايباها. ورايا شغل الله يخليكي. بنتي منصور. اه يا اختي ربنا وسع عليها. منين؟ احنا سمعنا ان سعيده فوقت حقها في الميراث. ده انا كمان سمعت ان هي بتضيق، يمكن ربنا حن القلب عليها. يمكن. البيت عندك هناك اهو، اقف هناك. حاضر. ادينا واحد كلاكس كده. حاضر. بس اقف عندك بقى. اقول لك ايه؟ نزل التلفزيون الملون. ها؟ ده ناصر. وهبعت لك حد من النقاشين اللي بيتهنوا البيت جوه بالزيت يشيل الثلاجه والتلفزيون والمروحه. تعالى يا بنات شوفهم جايبه لك ايه. تعالى تعالى يا واد تعالى. ازيك يا ابو توفيق؟ ازيك يا سامية؟ مبروك يا حشمة جاب. الله يبارك فيك يا ابو. تعالى يا بنات. يلا يا استوات ايديكم معانا بقى عشان نجيب الحاجه اللي بره. يا ستي جبت كل اللي عاوزاه. احسن حاجه في السوق يا فتحي، هتتبسط قوي. المهم انت اللي تبقى مبسوطه وتحمدي ربنا. حمده وشكرها ربنا يديمها نعم علينا يا رب. المهم بقى سعيد بعت جواسيسه عشان يعرف فلوس الحاجه دي انا جايباها منين. خليه كده يهري وينكت على نار. ينكت خليها خضرة خضرة علينا وسودة على اللي بيكرهنا. امين يا رب. استاذ تمام، النهارده يوم مهم قوي في حياتك. الحياه سعادتك والموقف صعب جدا فعلا. انا متوتر، حكايه الهوا دي مخوفاني قوي. انا مش قادر اصدق نفسي ان انا هطلع على الناس كده على طول مره واحده. انا كنت فاكر يعني في حاجه، كنت فاكر ان احنا هنصور ونظبط ونعيد. ما تقلقش يا استاذ تمام، اي غلطه هنداريها. وبعدين يا رب ان شاء الله. انت خايف ليه؟ ما انت طول عمرك بتتكلم على الهوا. انا عمري والله عمري ما اتكلمت على الهوا ابدا. افهمني بس، وانت في الجامع وبتدي الخطبه أي، مش كنت بترد على اي سؤال؟ اه. الاختبار اللي احنا عملناه نجح، خلاص اتكل على الله يا استاذ تمام. ونعمه بالله. واي ملحوظه هننزل بفصل وهقول لك على طول. حاضر يا استاذ. يلا يلا بالتوفيق يا بص. رب استر رب استر رب استر رب استر يا عم. نحن الافضل كل انسان يفقه قوله. 3 2 1. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين، وسيد الخلق أجمعين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحبابي. نلعب معلم استاذ تمام في التلفزيون يا معلم. بسم الله ما شاء الله. ده هو ده سردينا ولا حد شبهه؟ اه والله يا معلم، بكره ما حدش فينا يعرف يكلمه. استاذ تمام في التلفزيون يا اخوانا. علشان كده ما جاش صدى بينا العيشه. الدين حياه. عشان كده يا اخواني انا بدعي الله سبحانه وتعالى ان يوفقني وان يلهمني المقدره على التواصل معكم. يا مشاوي صدق الله العظيم. يا مشاوي شوفي مين يا بنتي. افتح يا مشاوي. يا عيشه. خير يا ام نعمه، في ايه؟ الحق الاستاذ تمام في التلفزيون. بتتكلمي جد؟ ايوه. تعالي تعالي بسرعه اتفرجي عندنا. النبي يما اجي معاكي يما. تعالي يا اختي، بس هاتي المفتاح معاكي وهتنسيه يا بنت. يلا يا زنب يا اختي. لكي نصل سويا الى محبه الله ورسوله ونتفقه في امور ديننا بالعقل والحكمه، فنحن في عصر القابض فيه على دينه كالقابض على جمره من النار. الو. عشان كده. ايوه يا عم. احنا من خلال حلقات شايف قدام البرنامج. طب يا عم هتفرج واكلمك. هنستقبل اتصالات حضراتكم واي شيء يجول في خاطركم قولوه، اي استفسار، اي سؤال، اي فكره، من خلال الأرقام الموضحة على الشاشة. متهيألي الأرقام واضحة بإذن الله. اسألوا أي حاجة. عايز أقول لكم إيه بقى؟ لا حياء في الدين. أي سؤال إن شاء الله وبأمره وبإذنه هنجاوب عليه ما دام في حدود الدين. سمع يا حماتي، أنا بسافر الكويت إن شاء الله أسبوع، أسبوع بس، وبعد ما أرجع نكتب الكتاب على طول. إيش قلتي؟
ما هو برضه اخوها حفظي قاعد اهو، المفروض يعني يتكلم. اتكلم تكلم، قول شيء يا حفظي. اقول ايه ياما؟ انا مش فاهم حاجه. مش فاهم ايه يا واد؟ مش فاهم ايه؟ قوم قوم قدام عزك، قوم. اوه اسيبه كده عادي في الشقه عادي؟ نعم امان. انا مفيش حاجه، بالاذن يا اخويا. اتفضل. انت متعبي حمار، وانت بتخبزيلي ليه؟ بخبز لك ليه؟ الراجل بيقول لك عايزين نقرا الفاتحه، سيادتك ترد عليه وتقول له واحنا كمان عايزين شبكه. يا سلام، وما قلتلوش انت ليه؟ ما فيكش لسان يا واد. انت الراجل، انت الراجل، وانت لازم تتكلم. خلاص هروح اقول له. اسمع اللي هقوله لك، تروح تقوله له دلوقتي. قول له احنا عايزين شبكه مش اقل من 20,000 جنيه زي بنت خالتها بالظبط. تعالى هنا، انت مصبح على ايه؟ تخش دلوقتي عنده وتقول له كل كلمه انا قلتها لك من غير ما تتكسف. سامع ولا لا؟ حاضر. يلا قدامك قدامك. انت تداري جوه. اسمع يا حفظي، انا موافق على كل الكلام اللي قالته الوالده، وبجيب شبكه ب 50,000 جنيه. ها ايش تبون اكثر من كذي؟ احبابي، وقبل ان اترككم في رعايه الله، اتمنى انه في الحلقه القادمه يظل هذا التواصل الحميد بيننا. وقبل ما اسيبكم عايز اذكركم بحاجه، صلوا على حضرة المصطفى علي أفضل الصلاة والسلام. قول لا إله إلا الله من قلبك يا سيدي. أيوة سمعوني، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم تمام سعيد. الله يبارك فيك يا أستاذ تمام. الله عليك سلفون. والله العظيم ألف مبروك يا أستاذ تمام. أحسنت ما شاء الله. إيه الجمال أنت؟ ما شاء الله، فطري فطري وتلقائي وبسيط ومن قلبك. احسنت يا استاذ تمام. كنت متوتر مرتبك، مش عارف كان باين عليا ولا لا. لا 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 مفيش خالص. تمام سعيد اللي قلتها في الاخر دي كويسه زي الفل يا استاذنا. انا عاوز الانتاج يصرف للاستاذ تمام 10 حلقات مقدم. 10 حلقات مقدم؟ لا يبقى انت مبسوط بجد بقى. احسنت. يبقى مفيش مجامله ان شاء الله. استاذ تمام دي اول حلقه لسه الباقي. يا رب يا رب ان شاء الله. بالتوفيق يا رب. الله يخليك يا رب، ربنا كريم ان شاء الله. اهو كرز اهو. مين يا اختي؟ ده الراجل اللي اتبنى مي، تليفونه مقفول على طول. شش. الو، مساء الخير، انا ليلى. حضرتك والد مي بالتبني؟ اهلا وسهلا. مي؟ لا والله مش موجوده. ما هي مسافرة يعني شهر ولا حاجة ورجع. حاضر، شكرا، مع السلامة. الراجل ده بيكذب عليا. انسيها يا بنتي، المهم انها عايشة عيشة كويسة الحمد لله. وحشاني بنت الايه. Thank you.
ربي لو قادرة لا كنت قلت رقص يا اختي. مين رقصهم؟ ما ترقص يا وليه من اللي فيها. هيقعدوا في الربع اللي جابها بسلامته؟ ابدا، انا هو انت اهو يومين ثلاثه بالكتير وهيتلقحوا عندي عندهم. يا وليه المهم انهم اتلموا وبكره يجيبوا لك عيل صغير يقرفك. اهو ده بقى اللي انا اخر حاجه حابه عايزاها من الدنيا قبل ما اروح عند رب كريم. ربنا هيعوض صبرك فين ويكرمك. سواقني يا ماما، وامي يا ماما، ده عريسي هياخدني بالسلامه يا ماما. صبوح يا بت، يا بت عملنا كوباية شاي. لا عبدالله سيبني انام شوية. شام يا بت، خلاص الدور أذن، أنا ورايا شغل. النبي لسه بحية عروسة وعريس، أنت تجري لي على الشغل. أمال أعمل إيه؟ نروح اسكندرية، نقضي أسبوع عسل. ما نروحش ده يا أخويا إن شاء الله، لو أنا مش زي كل البنات اللي بيروحوا يقضوا شهر عسل، ولا أنا مشبهش. مين قال كده بس يا صبوح؟ بس إحنا لو رحنا شهر العسل ده هنرجع نلاقي أمي وأمك ميتين، إحنا يا بت مش بتوع الحاجات دي. هو انت هتخرج كده قدام اهل الحرم؟ يا راجل اختشي، ناس تقول عليا ايه؟ يا راجل اختشي، الله يا بت، الله طلع من بقك زي العسل، انا بقولها تاني. انا بتكسف على فكره. صبوحة قوليها تاني يا بت. يا راجل اختشي. الله! خلاص؟ مش بقول لك النهارده قشطة ان شاء الله. لا يا اخويا، قوم بقى روح على شغلك كده وما تتعودليش على الركنة. عايزين نلم قرشين يا عبد الله ونوسع على نفسنا كده. تعرف يا عبد الله نفسي في ايه؟ نفسك فيها يا بت؟ نفسي في شقه برحه كده تكون 100 150 متر واسعه. 150 متر ايه؟ هنفتح مدرسه يا بت، هما 60 70 كويسين قوي. اوضه لينا واوضه لضيوفنا الصغيرين. من ضيوفنا الصغيرين دول كمان؟ عيالنا يا بت. ايه؟ مش عايز تجيب لنا حته عيل يزروط علينا الشقه كلها ويمنع علينا الدنيا عياط؟ عياط ليه يا اخويا بعد الشر اللي انت هتضربه؟ ده انا هربيه، هموتهولي خالص. طب ابقى مد ايدك عليه كده بقى يا عبد الله وشوف انا هعمل فيك ايه. خلاص يا صبوحه خلاص، هاتيها انت بس وربنا سهل. امسكي. قول لي يا عبد، هو انت بتحب العيال؟ بصراحه ما بتقهمش، انما لو منك انت هموت فيهم. انا كمان هموت فيهم، بس يبقوا شبهك. شبه ايه؟ مش بقول لك، مش بقول لك نهارنا فل ان شاء الله. لا فل ولا ياسمين بقى، قوم روح على شغلك. شغل ايه يا بت؟ طب والشاي؟ اشربه في القهوه. قهوه؟ طب انا عايز سكر. السكر غالي. السكر غالي؟ طب وانا حيله بايه؟ حلاوته اوعى يا جدع.
والله ما فيش شغل خالص، انا عشان جنبك هنا مبلط. اوعى يا جدع. طيب انت شايفني؟ انا لسه خارجه من الفرن دلوقتي. شايفك شايفك. اطلعي كده نتكلم كلمتين، ابويا مش هنا. الواحده بت يعني. اطلعي. حاضر حاضر، يلا سلام. خشي. خليه مفتوح. ايه؟ لا انت بتخافي منها يا سعاد؟ لا مش خايفه يا كريم، بس انت عايز تقفله ليه؟ افرض ابوك طب علينا دلوقتي يقول ايه؟ طب هتقعدي؟ انا عارفه انت عايز تقول ايه، طبعا اخباري واصله لك هوا. ايه؟ خلاص هتسيبيني؟ مش قادره تستني؟ استنى ايه بس يا كريم، هو انت فاضي غير للنت والنسوان اللي عليه؟ يا دي النسوان بتوع النت، يا بنت وانت كل يوم شايفاني مع واحده. اهو حاجه بتسليك، لكن انا بقى محبوسه بين اربع حيطان. واللي بينا يا سعاد؟ اهو بينا، محدش عارف الزمن. ايه؟ هتتجوزي؟ هخرج من الفقر يا كريم. احنا لو فضلنا طول عمرنا نستنى بعض مش هنتجوز ابدا، يا اما بقى هنبقى زي صباح وعبد الله والناس تلملنا شويه قطن عشان نعملهم مرتبه وننام عليه. اه يعني بعتيني عشان شويه فلوس مش كده؟ ظروفي كده، الحب من غير فلوس زي الاكل من غير ملح ملوش طعم يا كريم. بس انا بحبك يا سعاد. وبعدين يعني السؤال اللي على النت دول عمري ما هفكر اتجوز واحده منهم. بس لو كان معاك فلوس كنت اتجوزت واحده فيهم صح؟ انا ماشي يا كريم، بس لازم تعرف ان انا كمان بحبك، بس لازم اتجوز. هو ده البيت يا عم الشيخ. عم الشيخ ايه يا عم الشيخ انت بتقول ايه؟ نعرف نخش جوه؟ نخش جوه؟ نخش. نخش جوه ازاي؟ العيال والكلاب مخليها ريحته مقرفه. انا واخد على كده، الاماكن اللي زي دي هي اللي فيها الخير كله. طب اعمل حسابك بقى ان انا عريس جديد، يعني مش فضيله، هبقى افوت عليك كل شويه. مش عايزك. مش عايزني؟ مش محتاجك. يا نهار اسود. عم الشيخ هي دي الخرابات ولا بلاش؟ بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. فرحتي معاك. افرح يا عم افرح. دي ارض 100 100 يا جدعان. هي الارض دي بتاعت مين يا عبد الله؟ بتاعت واحد كان مأجرها مخزن من زمان. احنا عايزين الارض دي لمده شهر واحد بس، وباي سعر؟ يعني اعتبرها متأجره خلاص، بس طمني. في ايه يابا؟ يابا حد لعب في الارض دي؟ لعبنا فيها واحنا عيال صغيره، ده حتى كانوا بيقولوا فيها كنز. فيها اقطع دراع الارض دي فيها. يا رب والله يبقى ليك الحلاوه. حلاوه ايه يا ابو حلاوه؟ انا هاخد نص اللي هيطلع من الارض دي. نص مين يا عم الحاج؟ اوعى الطمع يا عبد الله، ما تخنقنيش. لا لا ولا اخنقك ولا تخنقني، نص النص. وعشان تطمن عبد الله المصاريف كمان بالنص. يا عم انت بتتكلم في ايه؟ المصاريف كلها عليا انا، اعتبر الارض متاجره خلاص. مين؟ انا معاك في اي حاجه. راجل يا ولد. بتتكلم في ايه؟ يعني وانا مملهولك بضاعة يا رب. ألف 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 مبروك يا باشا. الله يبارك فيك. مبروك يا منى. الله يبارك فيك. اتفضل اقعد اتفضل. اسمه مبارك. والله عملت الصح يا باشا. ألف شكر شكر. شكله مقبل على البيت.
اكيد مش جايب لها محل بحاله، هو اللي شار المحل ده. اه اقوم وادرى يا بيست. كلاب مش محتاج اقول لك انا مش عايز قلق هنا. ربنا يا باشا ما هيحصل قلق خالص، انا ما كنتش عايز اجي معايا يا باشا. اشربوا الحاجه الساعه واتكلوا على الله. شربناها. ايه رايك يا عم سعيد؟ حاجه حلوه قوي. اتفضل هنا مع الرجاله اشرب حاجه ساعه. ماشي اتفضل يا ست الكل. تتجوزيني؟ تتجوزيني؟ ايه؟ عايز اتجوزك. يلا يا منى انت هلكتي، يلا كفايه نقفل بقى النهارده. حاضر يا أم. حاضر. مالك يا منى؟ انت من ساعه ما مشي صلاح وانت مش على بعضك. صلاح عايز يتجوزني ياما. يا حبيبتي وساكته من الصبح يا الف نهار ابيض، وزعلانه يا اختي. يا اختي مش زعلانه بس مستغربه. مستغربه ليه يا حبيبتي؟ انت احلى بنت في الحاره، وبعدين بصراحه له حق يموت فيكي. الا قولي لي هو مشي ليه بدري؟ ما هو لازم يمشي، ما هو رمى القنبله ومشي. عايز يشوف هعمل ايه. وانت هتعملي ايه؟ اياك هترفضي. ما هو لازم افكر ياما. هو كان جايب لي المحل يعني عشان يتجوزني. وفراد يا منى الله. ما هو كده عارف اني مش عارفه. انا مش فاهمه دماغك فيها ايه. انا عايز اعرف بقى دماغه هو فيها ايه. بكره تعرفي. بس والنبي يا حبيبتي عشان خاطر اخواتك اليتامى الغلابه، والنبي ما ترفضي، ده هيحمينا يا بيت وهيعيشنا احلى عيشه. هنشوف. انت يا بنت صوت ابوكي يسمع. حبيبي يا ابني، حبيبي يا شوقي، والنبي صوته حلو يا بنت يا عايشة. وبيغني حاجة حلوة كمان. أنا ربة بزعلان منه ليه بس؟ أنا عارفة يا أختي. بتسمعي إيه؟ ها؟ بتسمعي إيه؟ ولا حاجة ولا حاجة يا أخوي. ولا حاجة؟ بتكدبي عليا يا زينب، بتكدبي على آخر زمن وقدام بنتك. هو اللي في ده؟ ده ده اللي جاب موصول الرعبه ده هنا؟ ها؟ وايه الكاسيت ده؟ هات يا بنتي الكاسيت ده. ادي جت كل قرف. وهسكوا عينكم حد يقوم من حباب اوضتي، انا بقول لكم اهو. قلت لك وطي الصوت، ده بيسمع دبة النمنة يخرب بيت سنيني. يا ماما انت اللي قلت لي عايزه اسمع الشريط يوم. شش اكتبي خالص، يلا غوري نام غوري غوري جتك دانية. انا مش عايش ده، انا مكتوب. الناس فاكره
حوش قهوة. ده انت اللي منور الحارة كلها يا شيخ صراحة. الله يخليك، هذا نورك. عفوا يا استاذ حفظي، انا انسى اسمك. بلية بلابل بلة بلة. بلة مين يا ام صالح؟ اسمه بلال. بلال بلال، اسف اسف يا اخي بلال، فعلا اسمه مفروض ما ينسي، اسمه على اسم مؤذن الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. ولا يهمك يا استاذ صالح، مفيش مشاكل يعني. تسلم. انا ايش اقول يا استاذ حفظي؟ اقول يعني لو نسوي الفرح بمكان شيك، مكان حلو، مكان جميل، فندق مثلا، ايش رايك؟ فندق مين يا عم؟ الفرح يتعمل في الحاره، ده فرح اختي. في الحاره؟ أنا عيني وراسي ما قلت شيء، بس معازيم والمطربين والآلاتية كل الناس في الحارة. كل الناس دي هتيجي هنا في الحارة. خلاص في الحارة في الحارة. بس أنا أقول يعني ناخذ رأي سعاد والحجة أم سعاد. رأي مين يا عم؟ ما فيش رأي في البيت غير رأيي، وبعدين الناس دي كلها هتيجي تجاملني أنا. وبعدين يا أستاذ صالح على المؤاخذة يعني إحنا بنحب نعمل أفراحنا في الحارة يعني عشان نصيد بعض. خلاص في الحارة في الحارة، أنتوا أحرار، بس شوفوا الفرح كله يكلف كم وأنا جاهز. 20,000 50,000 50,000 $50,000؟ دولار ولا جنيه حفظ؟ دولار مين يا عم انت؟ جنيه بالمصري واي حاجه انا رابسه. يا وامي شخصي يا بس يا جماعه خلاص. خلاص يا جماعه، انت لسه شفت حاجه؟ خلاص خلاص. ولا رجال الحاره تعمل علينا بره وجوه اكتر من كده يا عم؟ الحاره دي فيها اسلحه يحرر فلسطين يا بس يا ابو الفلوس. ابعد عن الوش. خلاص خلاص يا حبيبي، في ايه؟ مين سبب المشكله دي؟ انا يا عم الحاج. عملوا فيك ايه؟ ضربوني وثبتوني في المنطقه. يا ابني عشان انت قتلني. يا ابني يا ابني في ايه يا عبد الله؟ كل حاجه يا عيال سيس دخلوا الحاره وخدوا واجبهم. تعالوا يا رجاله تعال. خش خش يا عم الحاج، خش خش، لكش ينفع بس. الرجاله دي بتشتغل وكل واحد فيهم هياخد 50 جنيه 50 جنيه 50 جنيه يا عم الحاج. يا رجاله دي مش اصول، انا متربي في الحي وفاهم ايه يا جدعان. بس يا عبد الله اشتغلوا اشتغلوا يا رجاله. اهدى شويه بقى يا عبد الله، ما تخونيش. اهدى ايه يا عبد الحاج؟ الرجاله اللي تشتغل في اليوم لازم تتغير تاني يوم، احنا مش عايزين اي حد يعرف احنا بنعمل ايه. تصدق وتؤمن بالله هتودينا في داهيه. يا سلام يا سلام على دماغك، هو ده اللي مطمني. يلا يلا. ايه يا عم الحاج؟ ايدك على 200 جنيه مصاريف نسريه. نسريه؟ ادي النسريات بتاعتك دي. ولا نسريه نسريه، ادي النسريات اهو، اتفضل فلوس نسريه. احنا بقى دلوقتي هنبدا شغل، اتكلمت على الله وانا اي قلق هديك انا. يا عم ما تقلقش من اي حاجه. يلا يا عم، عجبك الحر اللي احنا فيه ده؟ يلا يا عم ما تقلقش من اي حاجه، انا عايزك تديني رنه كده وتفرحني. هرن لك يا سيدي. يلا اتكل على الله. يعني تمام الحياه؟ تمام الحياه تمام. واقفل الباب وراك. هيقفل الباب وراك. بص بقى يا حارس جاي لك بالهدوء. طب بابا انت مش عارف تقول لي في ايه؟ هو احنا رايحين نزور حد؟ يا اخي ما تستعجلش على رزقك، اصل النهارده عيد ميلاد ابله راحت. واكد لك هي تلاقيها مش مركزه وناسيه اليوم ده، واحنا عايزين نعملها لها مفاجاه بقى. طبعا. ايه رايك في التورتايه دي؟ حلوه بابا، كويسه. مش غاليه دي، 60 جنيه. كويسه يا بابا، رخيصه يعني. 60 جنيه دي مش كده؟ ان شاء الله. وان شاء الله هتعملوا لنا ديسكاونت كده ولا حاجه؟ تحت امرك يا فندم. بس عشان نبقى زباين المحل يعني؟ منور يا فندم، ان شاء الله. اشكرك. بس بص على حاجه، انت مش هتجيب حاجه لابله ناهد؟ هجيب لها طبعا يا بابا. طبعا يا اخي، دي مرات ابوك. الله، انت مش معاك فلوس؟ معايا. خلاص سد مطرحي بقى يا اخي. حاضر. على كل حال يعني مش هنعمل
مش هنعمل حفلة وبتاع وحاجات كده، هنطفي الشمعه لوحدينا احنا كده على قدنا يعني، مش هنعزم حد يعني، على قد التورتايه دي احسن برضو. عايزك بقى ايه؟ ترمي العلبه دي، طلع التورتايه، تروق الدنيا، تحضر الساقع، كوبايات، شوك، سكاكين، معالق كده، عمال انا بقول للناهد وجيلك ها، خد بالك، عايز البتاع السفره هنا وعيد الميلاد يبرق، ما تنساش الشمع. حاضر. ما تخطرليش الشمع لا تودينا في دماغي. طيب متشكرة يا جماعة قوي، مفاجأة حلوة قوي كمان. بس 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 خلي كل حاجة زمان. ملك الوفيق ده ناهد مش جوه، يا بابا تليفونها مقفول برضو؟ مع اني يا اخي كلمت الواد سعد كول جاب لها تليفون ب 2000 جنيه ما يقطعش شحنه ابدا. طب انا هنزل شويه يا بابا، لما تيجي تبقى كلمني. روح يا حبيبي ما تضيعش وقتك انت، روح. سلام. هي ما قالتش لحضرتك رايحه فين؟ يعني هكون واحد فين بس قوي يعني، النهارده عيد ميلادها يا عند الكوافير يعني، يا عند مامتها، يا عند ناديه صاحبتها، في السوق يعني، في حته من 15 حته اللي بتلفهم كل يوم دول يعني، هتروح فين؟ طب انا ماشي يا بابا. سلام يا حبيبي. ستين جنيه راحوا في الهوا. تشربي حاجه؟ لا. خلي بالك انت من ساعة ما قعدت ما فتحتش بقك. حاول ايه بس؟ ما انت ملخبط. بص يا منى انا هجيب لك من الاخر، انت عارفه ان انا بدرس حقوق عشان حلم حياتي اللي انا علق دبوره. ما هو ده اللي انا بقوله. معقول يا بنت هتتجوزي واحد ظابط؟ مش معقول ليه؟ بس جواز بينا وبين بعض يعني. يعني ايه؟ عرفي. عرفي؟ اه عرفي زي الرسم بالظبط، لغايه ما علق الدبوره كده، عايزك تقفي جنبي. يا نهار اسود. بعد ما تفرحني تقوم تكتمني كده؟ عرفي ايه يا صلاح باشا؟ ولا مؤاخذة يعني عشان احنا مش قد المقام؟ هو العرفي ده هيبقى رسم بس علق الدبور، انت عارف ان هما بيعملوا عننا تحليات جامدة قوي. التحليات هتفضحني. يا بنت اللي بحبك، عايزك. وانا موافقة يا صلاح باشا. يبقى ربنا يتمم بخير. تشربي حاجة بقى. نمشي رباط يا متر. إنه في يوم الاثنين الموافق 5/8/2010 قد تم تحرير عقد زواج عرفيا بإيجاب وقبول صريح بين طرفي التعاقد السيد خالد عبد السميع عبد الله والسيدة صفاء يونس، وقد أقر الطرفان بكامل أهليتهم للتعاقد وبحضور الشهود. فضل حضرتكم دينا التوقيع النسختين بعد إذنك. النسخة التانية من فضلك. وحضرتك وقع. النسخة التانية. ألف مبروك يا ستي. ألف مبروك. ألف مبروك. خد يا ولد بدل ما أنت قاعد ساكت كده، امسك. حاضر. كده تمام، ده ثنائي الصورة يا حاج. أيوة يا أخويا، ما أنت معاك ثلاثة. لا بس لازم اربع صور.
يا اما انت عايز الصوره الرابعه في ايه؟ ما طلعي الصوره الرابعه. اسكت انت خالص. اربعه ليه؟ هو كتر صور كله منظر واحد. لازم والله يا حاجه اربع صور. مشيهم ثلاثه بقى ودي له جنيه. وادي يا عبد الله يا حاجه جنيه ايه بس جنيه. والله لازم اربعه. يا اما ما تخنقيش الراجل. انت عايز الصوره الرابعه في ايه؟ ايه طب خلاص مانيش عايزه بزبور. ارتحت بقى؟ ارتحت. انت عايز الصوره الرابعه في ايه؟ فهميني ياما فهميني. يعني يا واد الاوضه هنا ما يبقاش فيها صوره ليا يعني؟ الفيلم عند المصورات هبطلع لك عليهم. طيب ماشي خلاص. خد يا حبيبي اهي دبسها بقى مع بقيه الورق ومحدش هيبص في الاوراق دي خالص. ايه رايك بقى؟ ماشي يا حاجه. اسبوع وان شاء الله هجيب لك الجواز بنفسي. يا اخويا خليهم يومين وليك الحلاوه. ماشي يا حاجه ربنا يسهل. خلاص وصلوا يا واد وصلوا واديله حاجه. حاجة ايه بس يا حاجة؟ ما باخدش حاجة صدقيني. يا اخوي ما تعمليش فيها عفيف قوي كده. خلاص يا واد اديله خمسة جنيه. يا حاجة خمسة جنيه ايه بس؟ يا عم خمسة جنيه يعني بعزاها كتير. انت مش فاهم حاجة. تعالى تعالى تعالى. يا رب لاجل حبيبك النبي يا رب سهلها لي يا رب. حطني في قدرتك يا رب. اطلع حج حج السنة دي بس يا رب يا قادر يا كريم. معلش يا استاذ انت عارف سيادتك كبار. لا ولا يهمك يا استاذ. السلام عليكم. السلام عليكم. صباح يا بيت ابوحه. ايوه يا عبد الله. ايوه جاي اهو. بقول لك تشاهد يا بيت انا جاهز. خلاص خلصنا اهو. طب مفيش حاجه على السريع كده وقته ده. يما يلا يما. طيب جاي اهو. يلا جهلي يما. يا بنت جاي اهو. على مهلك بنت الصباح. ايوه يما. كنت على خالتك سعديه يا بنت. جاهزه من بدري يما وقالت لي فوتوا عليا. طب يلا كلمه. ما تخافش مني. كلمه. ما اخاف من ايه؟ ازيك يا سيعه؟ ايه؟ ازيك يا سيعة؟ سيعة اهلا يا اخويا. ازيك يا سعيد؟ اهلا يا سلام. وده ايه بقى ان شاء الله؟ جاتو فضلة خيرك. اصلي سفتح الله يكرمه بعد ما كسب قضية المعاش حالف ليحلي بق الحارة كلها. والله قلت ابو النسب اول واحد يحلي. والله طب يا سيدي تشكر. هتقولي له انت ولا اقول انا؟ اللي تشوفه يا اخويا. بقولك ايه؟ ده اخوك ايه؟ وبينكم بعضيكوا، انتوا عيلة واحدة، قولي له انت. فين يا عم انت وهي؟ هو سر؟ بص يا سعيد يا اخوي، من يوم ما ابويا مات وهو كاتب لك البيت وانا قلبي مكسور، بس انا مش زعلانة منه، مسامحاه. شوف بقى يا اخويا، احنا جايين النهاردة عشان نراضيك ونشتري البيت بما يرضي الله. ايه؟ 50,000 جنيه هندفعهم لك، هنسكنك زي ما انت بس هتدفع الايجار، بس هنبني فوق. طب سام انت وهي مين قال لكم ان انا هبيع البيت؟ ايه مش بدل ما الغريب هو اللي يشتريه؟ البيت ده بتاع ابني هو الوريث الوحيد فيه. والله ما ازعلك خليه ب 55,000. خدي جوزك واتكل على الله يا سناء بدل ما افرج عليكم الحاره. ماشي يا سعيد اللي تشوفه انت حر. يلا يا ياد يلا. اللي يشتري البيت قال خدي يا اختي خدي الجاتو بتاعك. متشكرين. عيالي اولى بيه. يلا يا رب. مش هتلاقي احسن من كده فلوس. غور بدل ما البسك دي في خليقتك. يلا حر. والله بقى معاك فلوس يا سناء انت وعرج الكلب. ما تفتح يا ابني عفريت بالليل وبالنهار. عاوزك يا ابو الحوار. اوعى اوعى. ايه تاني؟ البيت اديتني رقمها. طب ما حلو هو ده الشغل. ايوه عشان نقعد نرغي ونلوكلوك في قدام بعضينا. وانت عايز مني ايه بقى؟ عايز منك ايه؟ ده من غيرك الروس يا يونس. وبعدين البيت بتقعد ترغي كده وتبطن بالانجليزي. وانا ماليش في الانجليزي بتاعك ده اصلا. يونس انا اخوك حبيبك.
وبعدين هدفع. انا مش بتاع فلوس يا كريم، انا بس عايزك تشوف لنا سجارتين كده عشان القعده. بس كده حصل. اكلمها؟ هي مستنيه منك تليفون؟ لا، بس هي قالت لي بتصل في اي وقت. خلاص كلمت. هقولها ايه؟ قولها انا ما ينفعش يعدي عليا يوم من غير ما اسمع فيه صوتك. يا حساس. ايوه كده. عجبتك دي؟ طبعا. بس مش حاسسها انا يا اخي. ليه بس؟ مش وقتها اقول لك. قول لها انا بس بجرب اتصل، ده احلى ارقام هدوس عليها في حياتي. الله يا اخي، تبقى انا انت ونخلص بقى. هقول ايه تاني؟ قول. انا بجرب ادوس على احلى ارقام. الو، انا مش بتصل بيك على فكره، انا بس يعني كنت ايه؟ بجرب اتصل بأحلى أرقام. انا بس يعني كنت بجرب اتصل باحلى ارقام دوست عليها في حياتي. قفلت ليه؟ مالكش دعوه، ده موضوع انا بقى. يا ابني دوس على الحديد وهو سخن. حديد وهو سخن؟ الكلام ده للحداد اللي زيك. انما انا الحب، المشاعر، الاحاسيس، لازم يبقى فيه قلق وانتظار. مش فاهمك انت. هقابلك بالليل. ما تنساش السيجارتين بقى. ها موجود يا اخويا في اوضتها. عيشة بنت عيشة. ايوه يا بابا. تعالى بصوا شوفوا المفاجأة. تلفزيون. ما شاء الله، الله اكبر. وقت صوتي كده. ايه احنا اخر ناس جبناها في الحارة. اقول لكم ايه، التلفزيون ده هدية من المحطة اللي انا شغال فيها، وهو حد يجي جنبه ولا يفتحه الا وانا موجود. مفهوم يا زينب؟ مفهوم يا اخويا. بعدين احنا عاوزينه في ايه غير ان احنا نتفرج عليك وانت طالع في البرنامج؟ بتقول له يا بابا نشوفه. شفتي بنت بتقول ايه؟ شفتي يا زينب؟ طب ايه رايك يا عيشه ان التلفزيون ده هيتحط عندي جوه في الاوضه، جنس مخلوق هيهوي في ناحيه الاوضه ويفتحه الا في ميعاد البرنامج بتاعي، هرميه من البلكونه. فهمت؟ ماشي يا اخويا ماشي. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. مش عارف ليه هدينا بحاسس زي ما اقول جبت المسيخ الدجال يقعد عندي في البيت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه المسيخ الدجال ده كمان يا اخويا؟ ده بيقول كلام جميل قوي. هو بيقول كلام فاضي؟ حتى سالي جارتك اللي عايشه في وادي الزهاد. انت لسه فاكر؟ طب بقول لك ايه بقى، طالما يعني دخل في بيتنا التلفزيون، ايه رايك بقى عشان خاطري ترجع الواد شوقي؟ احسن ده وحشني قوي. الله 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 الله. لا لا، الموضوع ده انا ما بسمعوش تاني، مفهوم ولا لا؟ هو مش معنى ان انا جبت تلفزيون عندي في البيت يبقى كل حاجه تخرب وتبوظ وكل حاجه يمشي على هواه؟ روحي قولي له يسيب الزفت اللي هو بيعمله وانا سامحه. يا بلبل جبت الأمانة؟ يا عم وطي صوتك، أنا جايب لك نعناع. يا راجل ما تخافش. بتسيح ليه؟ هو أنت عشان معاك روشيت تروح أنا الملاهي؟ هات هات. قفشنا يا توحة. أنت كنت كويس، إيه اللي حصل لك؟ ما أنا كويس برضه. خد يا سيدي اتفضل. الله.
متينات وحلاوه وايه؟ هات. وده برضه 200. ايه حكايه 200 علبه دي بقى؟ انت ناوي تدورها ولا ايه؟ ما تقول لي اظبطك. ادور ايه يا بني ادم انت؟ انا واخدهم لزمن بدل اللف على الاجزخانات. حتى الزمن اتضرب بالكيمياء؟ مرحبا يا زمن، خد بالك الشهر الجاي هيغلى. ها؟ يغلى يا سيدي لما يجوا وقت احلى الف حلال. سلام. وانطر. صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشرب. القهوة هي سلميلة زين. أو يشرب الشربة. يا أخي أنا مش عارفة اتعلمت شرب القهوة ده إمتى. يا سلام، يعني يا جت على القهوة يا أمة؟ ده احنا عندنا تلفزيون يا زين. مفسديون. اسكت اسكت. يلا روح روح اعملي لي لقمة اكلها لحسن. انا حاسس اني خلاص هموت من الجوع. يا ساتر يا رب، ده حتى ما بقتش تصبر على الجوع. لا حول ولا قوة الا بالله، استغفر الله العظيم. الله مالك وليا في ايه؟ انت عايزاني يعني اسقط قدامك من طولي عشان تقومي تعملي لي اكل؟ يلا قومي. لا يا اخويا بعد الشر عليك، بس العصر قرب جدا. هتاكل ولا هتنزل تصلي؟ لا لا هنزل طبعا، هنزل اصلي في الجامع ان شاء الله، بس يلا شهري انت بس الاول. حاضر يا اخويا. ها رواه مسلم. سابقين من 68 دولة من دول العالم الإسلامي تم افتتاح فعالية. هناك فين؟ هناك فين؟ بس انت روح هناك واسمع. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم يا رب. استغفر الله العظيم. استغفر الله واتوب اليه. مالك يا اخوي؟ تستغفر على ايه؟ وفيها ايه بس لما استغفر يا زينب؟ انت مش سامعه؟ العصر بيبدا وانا لسه قاعد هنا اهو. طب يا اخوي مش هتاكل لقمه قبل ما تنزل؟ لا لا، هنزل اصلي في الجامع وبعدين لما اجي ابقى اكل. بقول لك ايه؟ البتاع ده محدش يفتحه الا وانا موجود. انت فاهم ولا لا يا زينة؟ حاضر يا اخويا، محدش يفتحه غيرك، ما تخافش. استغفر الله العظيم. اعوذ بالله من غضب الله. ايوه ابوس ايدك يا فندم، ابعت لي اي حد يصلح لي التلفزيون. لا مش بايظ، هو ده اللي مضايقني، هي دي المشكلة. انا عايز اي حد من طرف حضرتك يظبط لي التلفزيون على قناة واحدة بس، القناة بتاعتنا وبس. ابوس ايدك، البيت هيتخرب. لا يا فندم الله يستر اصلا الدنيا واخره، انا اللي عايز كده. لا انا موجود في اي وقت ما عدا اوقات الصلاه، ابعتولي في اي وقت. طب يا فندم السلام عليكم. السلام عليكم. الله اكبر. الله اكبر. والله جه عليك اليوم يا تمام، واقف تصلي ورا امام بيشرب حشيش. سامحني يا رب، سامحني يا رب. سمع الله لمن حمده. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. شوقي انتي بتعرفي مكاني منين؟ وانا مش قلت لك ان انا موريش اي حاجه غيرك؟ ايه رايك في الحجاب؟ انتي كمان اتحجبتي؟ لا انا قلت بس البسه علشان وانت خارج من الجامعه ما تتكسفش مني ولا حاجه. والله العظيم انا ما عايزه فلوس، انا جاي اسال عليك يا شوقي. الحمد لله. يلا انا بقى امشي اروح عشان ما في كده غلط. يلا شوقي والله العظيم انا ما بخرج من البيت خالص.
ربنا يهديك ويهديك يا شوقي وترجع الحار. انت شفت ابوك في التلفزيون؟ ايوه شفته. روح روح يا تاني روح. طب والنبي يا شوقي ابقى رد عليا في التليفون، ما تسيبنيش اقعد اكلمك كده على طول. معلش يا اسلام، اسلام معيش تليفون اليومين دول بس حابب اتصل. خلي بالك على نفسك. شوقي لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بس 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 يا عم انت هو بس كفايه كده. هو ايه اللي كفايه كده؟ في يا عم الحاج؟ خير يا عبد الله، انت مش شايف الخير؟ يلا يلا يا عم انت هو كفايه حفر، يلا اتكلوا على الله. هو ايه اللي كفايه حفر؟ فهمني فيه يا عم. قبض الناس دي ومشيها. حاضر اتفضل يا رجاله اتفضل اتكلوا على الله. اسمع يا عبد الله، طالما جابت ميه يبقى احنا محتاجين سباحه. مية ايه يا عم الحاج؟ هو في ايه؟ ايه الكلام ده؟ ايه الزبيب ايه الزبيب ايه الزبيب الاحمر ده؟ ده زيت يا عم، هو اللي بيطلع المستخبي تحت المية دي. هو انا هجيبه لك منين الزبيب الزبيب الاحمر ده؟ احنا محتاجين جرام واحد بس ثمنه 100,000 جنيه. 100,000 جنيه؟ انا عندي اللي يجيبه ب 40، انت 20 وانا 20. هو ايه اللي 20 و40 و100؟ اجيبهم لك منين يا عم الحاج؟ ما انت عارف البير وغطاه. اقول لك على حاجه، اصرف انت وخصمهم من نصيبي. اصرف ايه يا عم الحاج منين؟ ما الحال من بعضه. احنا بص نوقف الشغل لغايه كده ونفضها سيره. نوقف الشغل ايه؟ انا صرف لي دلوقتي 2000 جنيه. طب انا اعمل لك ايه؟ اعمل لك ايه؟ انت مش شايف الميه؟ انا اعمل لك ايه واجيب لك منين؟ طب وانت هتشتري الزبده امتى؟ اول ما الفلوس تجهز ساعه زمن اروح اجيبه ونيجي نشتغل على طول. لا خليك انت هنا، انا جاي لك على طول. استاذ عبد الله استاذ عبد الله، حد من كيسه فوق بالدور عم ماهر. فين؟ عند عم ماهر فوق في البيت. ماشي يا سيدي روح انت. ماشي روح. احنا بص نوقف الشغل لغايه كده ونفضها سيره. اول ما الفلوس تجهز ساعه زمن اروح اجيبه ونيجي نشتغل على طول. فيها اقطع دراع الارض دي فيها. مساء الخير. مساء النور. ازيك يا حبيبتي؟ اهلا وسهلا. وتعبتي نفسك ليه؟ ده انا كنت هوديها النهارده. لا ما ينفعش مي، لازم تبقى موجوده في الدار دلوقتي حالا. ليه في حاجه؟ احنا هنتكلم على الباب ولا ايه؟ يا خبر، معلش انا اسفه. اتفضلي. اهلا وسهلا. اتفضلي. والله عندي تفتيش من الوزارة وما ينفعش مي ما تكونش موجودة. وشرفت الدار يا ماما. اهلا يا حبيبتي. ازيك يا حاجة؟ طيب انا هوصلكم. لا احنا هنعدي على الشؤون الاجتماعية وبعدين هنروح على الدار على طول. اعملي شاي يا ماما. شاي ايه؟ احنا كده هنتأخر. بسرعة يا حبيبتي وحياتك. يلا يا مي حبيبتي، يلا قومي البسي هدومك عشان المشرفة جاية تاخدك بره. ليه ضحكتي عليا يا ماما؟
ليه بتقولي كده يا مي؟ عشان انا عرفت كل حاجة، عرفت ان انت مش ماما وان بابا مش بابا. ايه الكلام ده يا مي؟ مين اللي قالك كده؟ ما سمعت الستة وهي بتقول لواحدة صاحبتها. لا يا حبيبتي، دول اكيد بيتكلموا على حاجة تانية. انا سمعت الكلام ده قبل كده في الدار وكل يوم بسمعه. يا حبيبتي كلهم كدابين، صدقيني انا. ماما انا مش زعلانة، ما كل البنات اللي في الدار مالهمش ولا بابا ولا ماما، بس انتي لا. ما تسيبينيش، ما تسيبينيش لوحدي، خليكي معايا، بحبك قوي. انا كمان يا حبيبتي بحبك قوي، مش هسيبك يا مي، مش هسيبك يا حبيبتي، ما تخافيش. يلا بقى نمسح عينينا الحلوين دول ونقوم عشان نروح مع المشرفه، وانا هجيلك بكره ونقعد نلعب طول النهار. ماشي ماشي. هاتي بوس الماما. الله. اجيب حاجه ساقعه؟ تسلميلي يا حاجه، تسلميلي. خدي بالك من نفسك يا مي. حاضر يا ماما. وتاكلي البسكوت ده كله. حاضر. هتوحشيني. وانت كمان يا حبيبتي. يلا يا مي بقى يا حبيبتي عشان هنتاخر. خدي بالك مني. بوسه لتيتا يا حبيبتي. مع السلامة. مع السلامة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا روح قلبي. يلا يا حبيبتي يلا. مع السلامة يا بيي. المشرفة دي مخبية حاجة. هتكون مخبية ايه بس؟ مش عارفة، استعجالها مش طبيعي ومش عاوزاني اوصلها. انا هلبس اروح اقدر اشوف فيها. احنا وحشناكي. امال فيلم ايه؟ اقعدي بس خدي نفسك الاول. انت في حاجه مخبياها عليا بخصوص مي؟ هو في، بس انا مرضتش اقولك. في ايه؟ يا حول الله يا رب. الحقيقه اسره بنت حلال قوي جت واتبنتها. ايه؟ ازيك يا خالتي صفية منورة؟ خشي خالتي. تعرفي خالتي ولا نيلة ولا حتى تعرفي أم؟ رحت تشوفها متلابت. ما أنا لسه جاية من عندها وبقت حلوة يا خالتي. زعلة خالتك صفية ليه يا نادية؟ اتبطر الهباب ده اللي حرق صدرنا. حاضر. اعملي شاي يا نادية. حاضر. ولا شاي ولا يحزنون، أنا حالفة ما بشربش حاجة في بيتك. الله، هو كلكم عارفين على بيتي ولا ايه؟ في ايه يا ست صفية؟ في حماتك اللي المرض كلها وانتم ما عندكوش خبر، اللي حتى ما هان عليكم تروحوا تشقوا عليها. يا خالتي ما انا كنت عندها امبارح وما كانتش طايقاني، اعمل ايه يعني؟ انت يا بنت عارفه ان امك عملت جلسه غسيل كلى؟ عارفه عن ايه؟ انا داخله في ليله سودا. والله لو مال ارون ما هيقضيها. يلا، وايه المطلوب؟ ما حد يتصل بالمحروس ابنها. واد ما عندوش دم. لا بيتصل بيها ولا بيبعت لها فلوس، خلفة الندامة. طب ده احنا مش عارفين نوصل، نعمل ايه؟ نسيبها تموت ولا نقف جنبها؟ خالتي ما انت عارفة ربيل وغطا، اعمل ايه يعني؟ اه، والعين بصيرة واليد قصيرة، وقلت لها على التعويض، قالوا عليا حرامي، أنا حرامي يا خالتي. يا أخويا العفو، صحفية. بين اللي ريقها بأي حاجة، مش تحلف على مراتك ما تدخل بيتها. وماله؟ يبقى خدي لها برتقان يا نادية. طب والمسيح الحي كانت لسه هناك واخد لها قد كده؟ تصدق انك واد مش متربي. الله 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 الله، عيب كده يا خالتي.
انت ببيتي برضه. اسم الله على بيتك. استني بقى ايه هتطردني من بيتك؟ انا ماشيه. بقول لك يا بت اللي بيروح يشوف امك دي مهما كان امك، ولو كنت نسيتي يا اختي يعني ايه امي بيسالي في الكنيسه يمكن يرجعوا لك عقلك اللي كانوا بسلامته. كل هم عيال تقرف كل بلع. غوري فتحت الفحم يا بت، جاتكم البلاوي. حاضر. يلا يا ابني اخلص، احنا هنقعد جنب اليافطه دي اليوم كله؟ لسه قدامنا الحاره كلها لسه ما اتعملتش معظمها. خلص يا ابني اعمل معروف. ست صفية جبتي لي البطاقه؟ بطاقه اخوي. البطاقه الشخصيه عشان اطلع لك بطاقه الانتخاب. ده بنت رايق، امشي يلا. يا ست صفية دي مصلحه هيجي من وراها خير. انت يجي من وراك خير؟ هتديني البطاقه الشخصيه هطلع لك بطاقه الانتخاب. هتروحي تكتبي اسم الراجل بتاعنا، هتقفشي 50 جنيه وقتي، وحش؟ اخدهم امتى يعني؟ قبل ما تخش اللجنه طوال. طب بص انا هجرب، اذا كان كده يعني هجيب لك بطاقه انا والبيت صباح. كده هيبقوا 100 جنيه. هنشوف، ولو انك ما تضمنش 5 متر قدام. احنا كل اللي بينا نص متر بس، هستنى البطاقه اخر النهار. ها؟ اخلص يالا، عندنا يوفط كتير عايزين نعلقها، يلا. الله، امال فين العربية يا ابني؟ ما ضريتش النهارده برضو. لا يبقى البطارية دي ايدك منها والارض. سيبيني انا يا ابله استقضالك بطارية غيرها. ما تحرمش منك يا استاذ سعيد. طب ما تقعدي تشربي حاجة. شكرا. ايه انا وصلت للدرجة دي؟ بقيت انت الراجل الوحيد اللي بشد انتباهه؟ ترى في دماغك ايه؟ اكيد بيقول دي بنت تعبانة وما اتجوزتش لحد دلوقتي، وبنت سهله تقع بسرعه. بنت حلال الاكل لسه مستوي حالا، اروح اغرف بقى. كل انت ياما ماليش نفس. جرى ايه يا ليلى؟ ده انت خارجه من الصبح على لحم بطنك يا بنت. وبعدين انت مالك جايه كده وشك مقلوب؟ مفيش ياما. ياما؟ ما دام قلت ياما مش يا ماما يبقى فيه. قولي يا بنتي في ايه؟ ما يتبناها واحد بركه. اه على الاقل هتقعد في بيت فيه ام واب، وده بقى اللي مزعلك. كانت مالية حياتي وشغله دماغي، ما بفكرش في حاجه غيرها. وانت ايه اللي هيخليك تفكري؟ ما انت عايشه اهو زي الفل. اه هقول لك ايه ياما؟ قولي قولي يا حبيبتي، ما تخبيش عليا، ده انا امك. فضفضي فضفضي ما تتكسفيش، جايز تفكي من اللي انت فيه. لو قلت لك هتزعلي وتقولي عليا بنت ما تربيتش. جرى ايه يا ليلى؟ ده انا امك، ده انا اللي مربياكي. قولي قولي بس. عارفه ياما انا نفسي اتكلم مع راجل. اي راجل؟ قطع لسانك قليله الادب، ايه اللي بتقوليه ده؟ ما قلت لك هتزعلي. وده كلام يتقال ولا حتى يجي على مخك؟ ليه ياما؟ مش بني ادمه؟ اشمعنى لو قلت لك اكل ولا اشرب مش هتزعلي؟ ليه على طول الموضوع ده قليل الادب؟ امال مولودين بيه ليه؟ انا تعبانه يا امي، مش بايديا ومش قليله الادب ومحافظه على نفسي بقالي 40 سنه. وانت عارفه 40 سنه وداني تعبت من كتر الكلام والحواديت، خيالي فرقع من كتر الأحلام اللي ما بقتش فاهمة إن كانت غلط ولا صح. 40 سنة وأنا بسمع دي اتجوزت، ودي كانت جوزها، ودي ماشية على حل شعرها. 40 سنة وأنا محرومة من حلم أي بنت. خلاص خلاص كفاية كده. مش عاوزة تسمعيني؟ اسمعي. ما تخافيش، اللي جواكي ده شبه الموت بالنسبة لي. جوايا عارفة الموت اللي كلنا خايفين منه عشان مش عارفين هنحصل ايه بعد ما نموت. بعد الشر عليك يا بنتي من الموت. ايه ده؟ انت بتضحكي يا ليلى؟
هاتي ايدك ما تخافيش. عارفه يما ايديك دي لازم تتداس عشان انتي طيبه قوي وحنينه. مش مهم بقى فاهمه ولا مش فاهمه. اتريقي يا اختي اتريقي. والله ما بتريق، ده انا عايزاكي كده على نياتك عشان اضمن اخش الجنه معاكي. انا هقوم احضر لك الاكل وتاكلي معايا، خليك انتي وانا هقوم احضره. بفكر فيها ليه؟ مش عارف لازق في دماغي ليه؟ هتشاي يا ابني. ولا يمكن صعبان عليا عشتها يا خاطر. معقول بحبها بعد كل اللي عملته معايا؟ دي حدة بنت بتبيع حشيش. صباح باشا. لا يا حضرة الظابط فوق. اوعى تضيع نفسك. حساب يا ابني. حساب ايه يا صلاح باشا؟ ده انت البلاكمين بتاع الدايرة دي. ما بشربش سفلاء. واصحى للقهوة وبطل العيال السيس دي تقعد عليها. ما بيجوش هنا والله يا باشا خالص، المعلم محرج عليا ما فيش حد منهم يجي هنا يا باشا. شوقي ده شوقي ابن عم تمام. اعملي لي فيها عارفاه يا ابن اللعيبه. والله العظيم عارفاه، ده كمان كان بيحبني وهو صغير ومتربيين مع بعض في حاره واحده. ليه بقى يا استاذ؟ اوعى ايدك نزلي كده. الله انا قفلت منك خلاص، هتنزلني ولا اصرخ واجيب لك مصيبه؟ لا انزلي احسن، انزلي. يلا مني
قصتوني ده انت نمرة واحد مفيش اي واحد ده انت نمرة واحد مفيش اي واحد هيحبك زي ما انا بحبك حبك فيا بيتنادى بعشقك يا بياضة بحبك حب عباد بعشقك يا بياضة زيان وشك زي الحليب اشطه عليا زبيب وشك زي الحليب اشطه عليا زبيب انت الشهاده لله ما فيكيش اي عيب وربنا المعبود احلى من البيض والسوق يا ام ملايا سمرا ملفوفه على احلى عود تفضل يا اخويا القهوه وبعدين معاك كده هتفضل حابس نفسك بالشكل ده انت بقالك يومين ما نزلتش انزل اروح فين يا زينب اروح في ايه ما خلاص الدنيا سودت وشي خلاص يا اخويا ما تقولش كده ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعه وبكره ان شاء الله ابنك يرجع لعقله بكره اللي هو امتى يا اختي بكره اللي مش ناوي يجي ابدا والله العظيم انا ما عدت قادر اوري وشي للناس انت قصدك ما شفتيش الصوره طب بقول لك ايه ما تنزل تدور عليه واول ما تشوفه اديله 100 قلم على وشه 100 قلم انا خلاص وضع امري لله فيه هو يتصرف فيه بمعرفته بقى طب بقول لك ايه يا اخويا انزل صلي في الجامع واقول للناس ايه يا زينب اقول للناس ايه ابص في عينيهم ازاي إذا كان إمام الجامع بيهجص وبيته خربان ومليان عبر المصليين يعملوا إيه؟ اسكتي يا زينب اسكتي بقى سيبيني دلوقتي يومين كده لما أهدى أبقى أنزل إن شاء الله ده أنا بتعزم وأنا بصلي في البيت ده أنا طول عمري ما فوتت فرض في الجامع استغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله ايه يا عم النوم ده كله؟ خلاص بقت فنان وبتصحى المغرب؟ الراجل المنتج ده بيسهرني كل يوم لا بص ايديك هاودوا لحد ما الشريط ينزل اديني حتت غريبة يا عم ماليش تقول عليها استحمل يا جدع استحمل ايه ما انت عارف انا ما بحبش الكبريات شفت بيرموا فلوس قد ايه؟ يا لهوي ولا ناس قاعدة بتشتغل في ناس وهم عارفين انهم بيشتغلوا ومش فارقة معاهم هو ده النظام المهم الراجل كلمك على تليفوني عشان لقى تليفونك مقفول. انا حلمت بابويا. خير حلم وحش ولا حلم؟ حلمت انه مش عايز يتكلم معايا. مش طايق يبص في خليتي. بكره يا صالح ما تقلقش. والدنيا هتبقى مانجا يا مانجا. قوم يلا بقى كلم الراجل. هو الراجل اللي انا مش فاهم لاحق ينام امتى عشان يصحى امتى؟ يا عم راجل دماغه متشقلبه وشغال في 600,000 حاجه. المهم راح انزل المزيكا على الاغنيه. كلمني بقى عشان اظبط وقت تغني فيه هتكلمه اكلم ابويا الاول يا عم الجو ده ما تكلمه فيه انت مش كنت هناك من فتره شفتوش يا سامي فوق معايا بقى حاضر يا سيدي حاضر الو مين اهلا سعاد انا صالح استاذ صالح انت اول واحد يكلمني على التليفون اللي انت جبته لي قولي لي انت شلونك انا كويس وشلون الحجه والاخ حفظي والاولاد كلكم بخير كويسين الحمد لله الحمد لله اقول سعاد ايش رايك لو نطلع نتفسح لا لا نخرج نروح فين لا تفهميني غلط انا اقصد انا وانت والحجه والاولاد وماله براحتك يا اخويا اسمعي يا سعاد انا ببعث لكم السياره مع السائق ان شاء الله خلال ساعه حيكون عندكم اي اتيني انت والحجه والاولاد نروح نتعشى في اي مكان تحبين يا فارس انت وين تعال
تعالى هنا. في شبشبك يا منيل؟ سيبته في شبك يا امه. روح جيبه، غرفتك البلا. مع السلامه. بنضرب اخوك ليه يا ولد؟ يا ماما بنضربه ليه؟ انت رايحه فين يا بنت؟ رايحه لابله ليلى اشوف عندها بلوزه حلوه. واخواتك هيلبسوا ايه؟ انا مالي بقى اتصرف انت ويا ريت ما يجوش. واد روح يا منيل عند اخوك ادهله خليه يجي لي. انا هلبس ايه؟ انا من اصله ما بحبش الخروج خالص. يا عم اهدى للخاطر. هو احنا هنصرف جنيهنا على الانتخابات دي ولا ايه؟ يا عم مش هو الراجل قال ان في ميزانيه للانتخابات دي والدعايه؟ قال ان في ميزانيه بس ما دفعش حاجه. هيدفع. ما هو قبل ما هيعدي ولاقينا عاملين اليافطه دي هيعرف ان احنا بنصرف من جيوبنا وهيقدر. عندك حق يالا، هيقول ان احنا بقى شغالين مش مستنيين الميزانيه. وبعدين دول كلهم 50 جنيه. بس تساوي 50,000 للي بيفهم. والراجل ده بيفهم. ولو نجح مش هيسيبنا. يا ريت. بقول لك ايه؟ تاخد تليفون الراجل ده اهو وهو يظبط معاك كل حاجه. ماشي يا عم الحاج. لا ده عايز ايه؟ ده واحد صاحبي. صاحبك ده مسجل خطر وانا عارفه. ايوه بس كان صاحبي قبل ما يتسجل. وعايز منك ايه؟ ولا حاجه، كان في مشكله بينه وبين واحد صاحبي تاني، فانا قلت له روح لصاحبي التاني قول له حقك عليا، فصاحبي التاني هيسامحه فبحلها يعني. كذاب قوي. وانا هكذب عليك ليه؟ يا عم ايه الكذب ده كله يا عم؟ يا جدع انا ايه اللي يخليني اكذب عليك من غلط؟ ولا والله هديك على يا عم ما تخلص. طب انا بقول لك ايه؟ ما نعمل له يافطتين انجليزي يمكن يحتاجهم في السفريات ولا حاجه. لا ده صاحبك يا جدع. عيب يا جدع. انا هكذب عليك ليه يالا؟ صح عليا. هقول لك صح عليا. يخرب بيتك اقعد. ما يلا بقى اخلصوا بسرعه اتاخرنا. يلا فين الشباب اللي ودي النبي اللي انا عامل صوت لو حد سالني على حاجه امشي من قدامي لحد ما اخلص حاجتي يا ساتر. اه في يا واد فاكر لابس اسمك شو تحت الكرم؟ اوه خش يا اخويا المطبخ واحط لك شويه بن. تعالى هنا يا واد وريني. ده خش صغير البس على شويه بن. يا شباب الاسود خش على اوضه اختك سعاد دور عليه. يا نهار اسود مين علام الخروج واللي عاوز يخرج؟ عاوز ايه؟ ما لازم تقعد عشان فاضي. روح البس الجزمه من غير شراب يعني هتتفتش. يا دي خروجه دي قرفه. قرف لما يقرفك. يلا بقى يا اختي بسرعه راسي سخن. العربيه جت. العربيه جت. حاضر قول له خمس دقايق. اللي في هدومك ده؟ ده بلص اتعورت. جاتكم مصيبه. انتوا بتوع خروج انتوا؟ يا ابني اخرج للراجل قول له طالعين. فاكرها يا ابني انت؟ هو بقى حرام عليكم. بقيت شويه بس انا انت هو بعيد عن العربيه دي. انت خدت من العربيه دي؟ اه بلاش ناو. يلا يا بيت. يلا يلا لا ما شاء الله حلوه يا بنت العربيه. ايوه واد يا سيمان روح يا واد ده اللي اخوك حبزي هنركب العربيه يا واد. يلا روح اندهله. خد يا تعالى هنا احنا لسه هنستنى حبزي معارك من امبارح وهرب مش عايز يجي معانا. يلا 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 يا عيال كده اركب اركبوا. يلا يلا يا بيت. يلا يا ام. والنبي يا اخويا سوق على مهلك اصل بدوخ من ركوب العربيات. يلا يا اخويا حلوه العربيه. اتفضل اتفضل. انتوا نورتونا وشرفتونا. انستي يا اخويا وشرفت. ما شاء الله اليوم انت صايره حلوه. ايه رايك في التسريحه؟ البنت خدت 20 جنيه. 20 جنيه؟ المفروض تاخد 1000 جنيه تستاهل. ليه دي بنت تقرف ولا بتعرف تعمل حاجه؟ انا اللي كنت بقول لها تعمل ايه. اتفضل اتفضل. اسمع بقى يا استاذ صالح العزام يا اخويا دي كتير قوي علينا واحنا ناس غلابه على قد حالنا ومش هنقدر يا اخويا ندي لك كل جمايلك دي. اي جمايل يا حجه؟ احنا بينا جمايل هذه حاجات بسيطه. بسيطه ايه ده؟ انت تلاقيك دفع العزومه دي شيء وشويات. عليكم بالعافيه. بس قولوا لي الاخ حفظي الاستاذ حفظي ليش ما يجي معاكم؟ حفظي عندي شغل يا اخويا. ما قلتليش انت هتسافر امتى؟ انت بسرعه مليتي مني؟ تبيني اسافر؟ لا يا اخويا ما اقصدش، خايفه اكون معطلينك عن شغلك ولا حاجه. لا معطليني ولا شيء، بس انا كلها كم يوم ومسافر. عم صالح مش هتصدقني انا ايه؟ وانا كمان يا عم. شفت الواد يا امك؟ خليهم على راحتهم. حاضر يا حبيبي، ناكل ونروح الملاهي. انا خلصتك. ولا وانا كمان. ولا والله العظيم لو ما تلمتوش انتوا الاثنين لاخدكم كده واروحكم على البيت. ليش؟ ليش يا حجه؟ خليهم على راحتهم. لا بلاش اللي اتقدر. اقعد يا دي انت وحط بقكم جزمه قديمه هتفزح. متشكرين على التليفون. المهم عجبك؟ هو في حد في الحاره شايله؟ يلا بقى يا عم. حاضر حاضر حبيبي حاضر. ما تطمن يا دي انت هو يلا. خليهم مش فيك انت. لو سمحت هات الشيك.
القهوه من غير سكر. يا محمود يعني الواد شوقي ربنا ما يردهوش ويتقدم ويطلب ايد تهاني؟ يا ريت يا اخويا، ده انا كنت اموت وقلبي مطمن. انت اللي عملت فينا كده منك لله. ترى ايه يا خميس، انت كل شويه هتسمعهم لي ولا ايه؟ واحد غيري كان زمانه دفنك في التراب. وانت يعني كنت قلت لا؟ ما انت كنت ساعتها متمرمخ في الخمره ما بتفوقش، ولو فقت عايز تشرب تاني. وهات يا وليه فلوس، هاتي. كنت يعني هجيب لك منين ولا نسيت؟ ما كنتش عارف حاجه، كنت اعمى. لا يا اخويا، كنت عارف والفلوس مسكتاك، ولما ربنا تاب عليا وقعدت جنبك ما بقتش اعجب. وهو كان سهل عليا بيع نفسي وبيتك على دراعي عشان اجيب لك الطفحه الهاري. كنت عارف كل حاجه ومصدر الطرش عشان تقفش الفلوس. خلاص خلاص اكتمل البيت تصحى. ما انت اللي كل شويه ماسك لي الحكايه دي زي اللي بانا. قومي غوري من وشي، هاتي لي سكر. حاضر هجيب لك سكر، طلباتك ما بتخلصش حتى وانت ما بتشوفش. دولية خاصي احسن اخبطك بالسبرتايه دي تولع فيك. خلاص ايه في ايه؟ انتوا ما بتهملوش، كفايه بقى. تحت هيسحب. ده حفظي ياما، يا لهوي. مالو يا بيت واقفين كده ليه يا بيت؟ شكل حفظي متضايق لوجودي معاكم. ربنا يستر. تعالى يا بنت. اسمع، انا هسيبك دلوقتي عشان الواجب اللي عملته مع ابويا في يوم من الايام، انما الحاره دي ما تعتبهاش تاني. ماشي؟ ريح في امانه. اسكت انت، كفايه على فضايح. اتكتب بقى واسكت، انت من الناس. خش جوه انت ومتى يا ابني. احنا ولا عملنا ايه؟ احنا عملنا دور عليك يا بنت. خلص يا ولد، خش جوه. طب يا بحواليك انا بتكلم ويا حفظي. تعالى يا حفظي، فيك ليش ما يا حاجه عيب؟ ليش حاجه تتكل على الله؟ امشي من هنا يا عم، امشي. وانت علامك ليش معصب؟ ليش زعلان؟ اقول لك يا انت تخلص خالص، والحاره دي ما تعتبهاش تاني، اتكل على الله من هنا. لا انا هاجي الحاره، اوعى. انا اجي الحاره كل يوم فاهم، وزي ما انا عايز. ليه يا اخوي؟ ليه؟ شاري فيها بيت ولا مش عارف؟ لا شاري احلى ناس. يا عم اتكل من هنا. خلاص يا جماعه ما في حاجه، اوعى. خلاص بقول لك اتكل على الله من هنا بقى. بقول لك ايه، اسمعني بس، هدي نفسك وليش زعلان؟ انا شاري اجدع ناس واحلى ناس في الحاره. اسمع بس يا حفظي، ما تبقاش انا طالب القرب منك، ابي اتزوج اختك سعاد. عليه. عايزه تتجوزي راجل كان متجوز اربعه؟ وفيها ايه؟ الراجل ماله هدومه، مش كفايه يخرجني من القرف والفقر اللي انا فيه؟ انت يا واد مش اختك دي اخويا؟ وليك كلمه عليها ما تتكلم. ياما الراجل مريح، متجوز بقى مش متجوز هي اللي هتشيل. المهم ان احنا كلنا هنتروش. بس انا بقى مش موافقه. ايه رايكم انتوا الاثنين؟ انا كنت عايشه مع ابوك الله يرحمه، وكانت مستوره معانا. معانا النهارده، معناش بكره، كنا عايشين الحلو والبر. وانا ما ربيتكوش على كده خالص، انتوا اللي اتنين بقى بصلي للفلوس. ياما ياما ربنا بعدنا الجدع ده يفكها علينا شويه وبالحلال. نرفض ليه؟ يعني انت شايفه العرسان واقفه بره بالطابور؟ جرأة يا بت. اسمعي اما اقول لك، انت حره، اللي عايز تعمليه اعمليه، انا بقى ماليش دعوه بيك. والحبيبتي اللي بيشيل قربه مخرومه بتنز على دماغه، وانت حره، وافي ما تقفيش، انا ماليش دعوه بيك. ال 40 بتاع ابوك يعدي، هعمل لك حته فرح تضحك عنه الحاره كلها. اسمع يا حبيبتي، انا بقول لك قدام امك اهو، تهجم على راجل عشان تطلع من ورا مصلحه عالتي. خلينا يا اخويا كده بالعقل، ده جواز ها، مش هنفسح يومين في مصر. ماشي ماشي يا اختي يا رئيسه البيت، هنبتدي العكنانه. ولا بديك الساعة لما اختي تبقى الرئيس والحكومة في ذات نفس النفس. الله يرحمك يا سيد، الله يرحمك. يا مومونة، مومونة يا مومونة. في ايه يا بلال؟ في ايه؟ سايبت ركبي. مونة خارجة بكرة، الواد اللي رمالها الحشيش مسكوه خلاص. بتتكلم جد؟ ايوه مونة خارجة بجد يا بلال. هتطلع على النيابة وهناخدها من الاسم. يا صلاة النبي يا حبيبتي يا بنتي. Thank you.
بنتك يا صاحبي الماشي، مش عارفه بجد والدي جمالك فين. يوسف. نعم. خلصنا الاجراءات بتاعتها عشان تلحق تروح. حاضر اصلاح باشا بسرعه. حاضر. يا حبيبتي بس انت بتعيطي دلوقتي ليه؟ ما هي خارجه. انا مش مصدقه نفسي يا عبد الله يا ابني. لا صدقي اصلها اتاخرت كتير، انا خايفه يكونوا رجعوا في كلامهم. بس انت والله افراج افراج. انا مش مصدقه الغلا لما اشوف بعينيا. شوف اتاخرت ليه؟ ما انت ليك دليل على الاسم ده. حاجات اهي يا حبيبتي. يما يا حبيبتي يا بنتي يا حبيبتي. اسم الله عليك يا قلبي. الحمد لله على سلامة. الحمد لله على سلامة. مش قلت لك هشوفك على اسفلت قريب؟ راجل يعملها لك طول عمرك راجل. الحمد لله على السلامه يا منى. الله يخليك يا عبد الله. بيت صباح اجورها ايه؟ ورحنا الخميس اللي جاي. كفاره يا راجل، اخيرا هتتلم. ما تمدوا شويه يا جماعه عشان انا بيجي لي ارتكاله من الحساب. الحمد لله شكرا لك يا رب. الحمد لله شكرا لك يا رب. وكمان جبت نفسي بعد ما رفضوك في الحي. انا اللي رفضت نفسي، انا مش في السكه الشمال. يلا كمل. الحمد لله على سلامتك يا قلب امك. يلا. خش يا ولد. اني ما في زي عينيكي بعشقك يا بيانا بحبك حبك. مالك كده يا عم شكلك وحش؟ فك يا عم، في ايه؟ الراجل عامل الاحتفال ده كله عشان خاطر نجاح الشريف. معقوله؟ معقوله في حد يحتفل بنجاحه في كباريه؟ هو عايزنا نحتفل فين يعني؟ الجامع؟ انت هتتريق ولا ايه؟ في حد هنا حاسس بجامع ولا بدان ولا باي حاجه؟ انت غريب برضه. انا مش غريب، انا زهقت. انا عايز امشي، انا عايز امشي، انا اتخنقت، عايز امشي. بقول لك يا نجم، جمهورك بقى عايز يسمعك، سمعنا حاجه. معلش يا ريس، بس عن اذنك، عن اذنك ثانيه، بس عن اذنك. ايه ده؟ ايه هو رايح فين؟ رايح يجيب حاجه من بره. طب اقول لكم ايه يا بنات، انا عايز اشوف الرقص بقى. الشريط مسمع في كل حته وحلو زي الفل، ولا مش حاجتك ولا ايه؟ يلا رقصوا التورتايه بقى لما يبقى يجي ابو الشغل. يلا ها يلا قوي. بخسر ايه ولا ايه؟ ولا ينفع انضف من ايد النسوان؟ طب ينفع انضف من ريحه الخمره؟ والبص على البنات هعمل فيه ايه؟ انا عايز اتغسل عشان ربنا يقبل صلاتي. الله اكبر. سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال وسبحنا والطير. خلصت يا زينب؟ كنا فاعلين. طب بعدين بعدين كملي كملي. صدق الله العظيم. لا يا اخويا خلاص انا رضيت لك اهو. اتفضل يا اخويا. اجعله نور يوم القيامه ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ليا وليك يا اخويا ان شاء الله. خير؟ عاوز تقول حاجه؟ من زمان قوي ولحد وقت قريب
أنا ما كنتش بطيء سيرة التلفزيون، وكنت أكره أي بيت فيه الجهاز الملعون ده. آه وكرهتنا فيه يا أخويا. الحقيقة سمعت ناس بيحكوا كده عن التلفزيون وبرامج بتيجي في التلفزيون، برامج مفيدة، برامج دينية وبرامج علمية. أنا اللي كنت غلطان، ما كنتش بديلهم وداني، ما بسمعهمش لأني ما كنتش بطيء أبدا أي حد يتكلم عن التلفزيون قصادي. يا أخويا أنا مش فاهم أي حاجة، عاوز تقول إيه؟ الأفيون. أفيون؟ أيوة الأفيون يا زينب، لأن الأفيون ده المدمنين بياخدوه، مع إنه في نفس الوقت بيدخل في تركيبة أدوية كتير، يعني بيستخدم كإدمان، ممكن يستخدم كعلاج. دواء كحة، مش اسمه دواء كحة، يعني بيتاخد للكحة، لكن برضو فيه ناس بيستخدموه في حاجات تانية خالص. التلفزيون برضو فيه برامج كويسة مفيدة، فيه برامج دينية الفرجة عليها مش عيب، بالعكس وحلال، ولا ايه يا مشاور؟ امال ايه يا اخويا؟ طب ده حتى جارتنا جت قالت لي في مسلسل تركي حلو قوي، اسمه ايه والله ما انا فاكره، اسمه وادي الغربان وادي الذئاب، مش عارفه اسمه ايه. ذئاب وغربان؟ ذئاب وغربان ياكلوا بطنها البعيده. اهي جارتك دي وامثالها هم اللي بيخلوا الواحد بيكره سيره التلفزيون. اقول لك خلاص انا رجعت في الكلام، والله ما هجيب التلفزيون. ليه بس ليه؟ لا خلاص يا زينب مش هجيبه، مش هجيبه. بس استنى اسمعني بس، حطه في اوضتك هنا ومفيش اي مخلوق يتفرج عليه غير وانت موجود. والله لو كده انا موافق، بس حسك عينك يا زينب، اي حد من اهل الحاره يعرف ان احنا عندنا تلفزيون، انا مش ناقص فضايح على اخر الزمن يا اختي. ربنا يخليك يا اخويا، ما تحرمش منك ابدا، دي البنت عيشه هتفرح بيه قوي. كده مش حاجة. يا بلبل انت فين؟ ما بتردش على التليفونات ليه؟ امان يا دكتورة. امان يا سيدي. جاهز؟ جاهز يا معلم. ابقى حبيبي بالفلوس. امرني. كم دول؟ 5 بواكي. دول؟ يا راجل مش هعد وراك ولو اني عارفك بلطجي. امسك. احبك بالمانجا. زق عجلك بقى بلا مانجا بلا برتقال، اطلع. دي واحدة 200 من دول ازق عمارة. مش هتقومي تروحي بقى؟ انت اتأخرتي. ماليش نفسي اروح. البيت بقى الجو بتاعه يغم، عامل زي المستشفى. انا خايف عليكي. ما تخافش، انا اصلا ما بقتش فارقه معايا. ايه رايك انا بفكر اطلب الطلاق؟ لا طبعا. ليه؟ ليه؟ وانا اللي كنت فاكراك هتقول يا ريت. اقول يا نهى ده افكر ان بعدك عن جوزك، ده انا بنسان مش كويس، وفي ان انا مش مبسوطه معاه. مش عارف اقول لك ايه يا نهى، ده انا مش عايز اكون سبب في اي حاجه ليها علاقه بطلاقك، عشان ضميري ما يأنبنيش. انا بحبك يا نهى. بتحبني ومش فارق معاك اروح لراجل تاني؟ هو جوزك. وفي ثانيه ممكن ما يبقاش جوزي. انت عمرك ما فكرت تتجوزني لو انا اتطلقت ولا ايه؟ مش عارف اقول لك ايه يعني، انت شغله نفسك بالجواز والطلاق، دي حاجه بتاكل الوقت. بعدين احنا اهم حاجه ان احنا نكون مع بعض على فكره. صح عندك حق. تسلم ايدي. معرفش انا بستريح عندكم في البيت ليه. ربنا يريح قلبك يا صلاح باشا. ما بلاش يا باشا دي. مش قلت لك 100 مرة. يا ولا يا امي كل ما تشوفك داخل علينا تقوم خالع. بتفهم. انت منظر. بقول لك ايه؟ اوعى تفتكرني كده ولا كده. كده ولا كده ايه؟ ده انا اكتر حاجة بتعجبني فيك انت بنت دول. ومفيش حد يعرف يهزك. ما انت مصحصح اهو. بص يا منى، انا عايزك تشوف ليك شغلانه، حاجه كده تاكلك عيش انت وامك واخواتك. نتاجر في البودره. انا بتكلم جد ما بهزرش. منى كمان بهزر. نشوف لك محل في الحاره. محل حلو كده، حاجه تتلمي فيه. الدكاكين في الحاره بقت غالي. بكام يعني؟ 60 50. يا بيت ايجار جديد 10 سنين ولا حاجه، ندفع لنا كام باكو كده، وكل شهر 200 300 جنيه. وما تخافيش، طول ما انا موجود محدش يقدر يخرجك منه ابدا. وده هنبيع فيه ان شاء الله. اي حاجه.
شرايط، افتحي بوتيك، بيع فيه دباديب، اي حاجه. انا بجد كده مش عارف ابص في عينك. ها ليه جمايل مغرقان؟ نستاهلي كل خير يا ماما. اه والله، وانا ان شاء الله خلصت لك موضوع المحل ده في ظرف يومين. طب يلا قوم، انا هشوفك بكره صح؟ طب اعد عليك. طب قوم يا راجل، عندك شغل. احنا قاعدين شويه. قوم. مع ان والله الواحد ما بيزهق من القعده. يلا. مش عايزه حاجه؟ سلام. الله يسلمك. يلا بقى. يالا بتقطرني ولا ايه؟ لا سمح الله يا باشا، وانا اقدر اقطرك، حد برضو يقدر يقطر الحكومه، بس انت بالرجوله كلها تفهم في الاصول ولا مؤاخذه، يعني احنا رجاله زي بعض يعني. ولا ما تخليش اشوفك كتير هحبسك. خطفتها من على طرف لساني يا باشا. على فكره انا ساكن هنا، ما تقعد تشرب شاي يا باشا، ما تقعد تشرب شاي هيعجبك، شاي تقيل. مين؟ انا بلالة منى افتح. تعالوا اقعد يا بلالة. مش عيب يا منى، مش عيب يا منى تقعدي وجدع ده لوحديك، وده حتى اخواتك مش موجودين. ده كلام يخرب بيتك يا لي، يخرب بيتك، انت بتشك فيا؟ انا ما اقدرش اشك فيك يا منى. طب اقعد بقى اقعد. مش فاهم بس الناس هتقول ايه لما يلاقوك انت وهو قاعدين لوحدكم في شقه. ناس مين يا بلال؟ ناس مين؟ الناس دي كانت فين وانا مسجونه ومحدش سال فيا؟ انا عارفه طبعا انك انت راجل وبتخاف عليا، بس ما تنساش انا بنت مين. الله يرحمه. الله يرحمه بقى. وبعدين الجدع غرضه شريف، جايبني شغلانه نظيفه اكل منها لقمه انا واخواتي، اقول له لا؟ لا اذا كان كده تمام، بس خلي بالك من نفسك يا منى. ما تخافش عليا، هي الوليه مراتك خلفت ولا لسه؟ لسه، ولولا انها بنت حلال كان زماني متجوز عليها. طب ما توديها تكشف. الله يغلبنا يا منى، بس ربك بقى لما يجيت. استاذن انا احسن حد يقول ان انا قاعد معاك لوحدي. لا وانت جذاب.